هذه الأجواء الجميلة، منتظر كرة قدم ممتعة، ننتظر أداء اللاعبين، أقدام اللاعبين، الأهداف، المتعة، المستوى العالي في مباراة اليوم. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا من ملعب اللقاء. جماهير يمكن القول أنها تصنع الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. شيء لا يمكن وصفه بصراحة. إذا فاتتك البداية فلا تقلق، لأن المباراة في لحظاتها الأولى. يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض. رائع هذا التصدي، رائع هذا في ورطة كبيرة الآن. كروس يلعب كرة بينية قوية من أغويرو. رافائيل فاران، كرة إلى الأمام، محرز بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. دي بروين، ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا. لمسة بينية، اعتراض في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، كرة قوية جدا بعيدة عن الكل. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ مودريتش. تلعب الكرة إلى الأمام، الحكم يشير لوجود خطأ، ضربة حرة. محرز يحاول أن يلعب كرة بينية. مارسيلو يتسبب في احتساب المخالفة. يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. تمريرة. جو كورة، جو يساعد اللاعبين على التألق، لذلك نتوقع أن نشاهد كرة قدم ممتعة. حديث للاعبين، يلا أعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم. يا إلهي، مباراة أخرى داخل هذه المباراة، مشتعلة الأجواء في المدرجات، الجماهير لا تهدأ، الصخب عالي في ملعب رائع، واحد من أجمل الملاعب العالمية على الإطلاق. نؤكد للمشاهدين أنه لم يفوتهم الكثير، لأن المباراة بدأت للتو. تحرك جميل بالكرة، ينجح في المرور، هذه فرصة خطيرة. الله، يحاول، كرة ترتد من القائم. محاولة تمرير كرة. لعبة جميلة، تسديدة أجمل. جول للجزائر، ويسجلون الهدف الافتتاحي. بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد. يا لها من بداية رائعة جدا، من بداية ناجحة بهذا الهدف المبكر. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يمر ويلعب كرة بينية، والعرضية موجود لإبعاد الكرة. الجماعة اللي فاتتهم بداية المباراة، فريق تمكن من إحراز هدف مبكر جدا هذا اليوم، هدف مقابل لا شيء الآن.
يلعب كرة بينية. فرصة خطيرة جدا للتسديد. إمكانية مرتدة الآن. يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. فرصة فرصة للتسديد. كرة باتجاه المرمى. الله مروان ينجح في التسجيل. إيش من كرة، من تألق، من أداء كبير، من ثنائية في ظرف دقيقتين. يا جماعة الكرة اللي يلعبها تدرس. أي إمكانيات، أي مهارات، أي حرفية عالية، أي ثقة، أي أداء، أي شخصية، كل هذا فعله بطريقة تجعلنا بصراحة نعجب بهذا الأداء وهذا